اليوم راح نحكي عن أول تجربة لدي جي آي آر إس 3 ميني. يلا نفتح البوكس. الكتالوج أكيد ما حدا بيقراه، خلينا نشيله. شكلها كتير كيوت وحلو. ميني ترايبود وعلبة فاضية زيادة ما بنيها. كويك ريليز بليت طبعا. الكابلات الأساسية هي تايب سي تو تايب سي، ممكن نستخدمها للريكورد منها للكاميرا، واثنين سكرو، والشحن يو اس بي تو تايب سي. خلينا نشوف بشكل سريع كيف ممكن نساوي الوزن. منجرب الجيمبل مع كاميرا نيكون زد 62 وعدسة 24-70. الوزن التقريبي 1.2 كيلو. خلينا نفتح اللوب. اول شيء نركب البليت ونشدها بشكل جيد عشان ما يكون في اي خلل. بعدين نركب الكاميرا ونعمل بالانس بشكل التقليدي بان تيلت رول. ممكن تفتحوا الابليكيشن وتشوفوا الفيديوهات التعليمية كاملة على دي جي اي. ممكن نعمل كالبريشن عن طريق الابليكيشن. او عن طريق الجيمبل نفسه بهاي الطريقة. سوبر سموث طبعا صار رائع، خلال ثواني بيكون جاهز. خلينا نجرب. ممتاز وكتير خفيف. المود الموجودة فيه نفس النسخ السابقة، وأكيد أهم مود هو الـ 360. أنا أفضل الكاميرا ما تتجاوز الكيلو إذا أنت حابب تاخد سوبر سموث على المود الـ 360 خصيصا، وما يكون جهد كبير على الجيمبل. طبعا ما ننسى الحركة الحلوة اللي سووها دي جي آي بهاي النسخة، اللي هي بتقدر تصور ريلز فيرتيكال فيديو بكل سهولة. خلينا نشوف. منشيل الكاميرا والارم اللي تحت بنفكه. بنركب الكاميرا بهاي الطريقة من فوق على الجنب. نعمل ريبالانس سريع وبكل سهولة صار عنا جاهز للتصوير الريلز. طبعا سموث ممتاز. انا من عندي هاختار هاد الفيرجن خصوصي للريل صراحة، شكل سهل ورائع. وما تنسوا كمان ما بتجاوز 800 جرام. بنشوفكم بحلقات تانية، انتظرونا. كان معكم غيث بيزيد.